اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجكم التاسعه، وبنبدا الفقرات بتاعتنا كمجره العاده. النهارده اول يوم في بدء فعاليات المنتدى او منتدى شباب العالم بشرم الشيخ. اشكرك يا محمد اولا ده، والتسليم بقى جاي كده من القاهره الى شرم الشيخ. احنا النهارده زي ما كنت بقول لكم احنا بنبدا فعاليات اليوم الاول اللي بدا طبعا بالافتتاح بكلمه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الفعاليات النهارده كانت كتير جدا، مهمه جدا. اللي كان دايما لافت للنظر هو انه المشاركه كانت عاليه جدا، وتكاد تكون المشاركه الاعلى في خلال النسخ الاربعه، باعتبار ان احنا في النسخه الرابعه لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ واللي بتنظمه جمهوريه مصر العربيه، ودي حاجه مهمه جدا جدا. مساله المشاركه سواء اذا كانت المشاركه بالحضور او المشاركه عن طريق الفيديو كونفرنس او المشاركه بالفيرتشوال رياليتي او عن طريق الفيرتشوال سيستم، الناس اللي كانت بتقدر انها تشارك في الفعاليات من خلال الدخول على الويب سايت الخاص بالمنتدى. غير المشاركة العامة بشكل كبير زي ما بقول لكم انها كانت كبيرة جدا، في انه كمان مشاركة من الوفود والدول الاجنبية اللي حاضرة او اللي مشاركة معانا هنا في المنتدى في شرم الشيخ. غير كده، وده بقى اللي كان فعلا يستدعي الالتفات بشدة، هي مسألة التنظيم الشديد والمحكم للمنتدى بشكل عام، وللاجراءات الاحترازية والطبية اللي بتتم جوه المنتدى بشكل خاص، سواء اذا كان جوه القاعات او ورش العمل او الجلسات الخ والمسرح وافتتاح مسرح الشباب او مسرح منتدى شباب العالم اللي كان يدوب لسه دلوقتي. زي ما حضراتكم اكيد تابعتوا مع زميلي محمد عبدو الفعالية بتاعت افتتاح هذا المسرح. اللي عايز اقوله باعتبار ان انا يمكن دي اول مرة اكون موجود هنا في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، فالمسألة بالنسبة لي مبهرة الى ابعد الحدود. مبهرة في اطار ان انا حضرت اكتر من فعالية عالمية في اكتر من دولة في اكتر من عاصمة، وحقيقي وبدون اي مبالغة تذكر اللي بيحصل عندنا هنا في مصر وتحديدا في شرم الشيخ فعلا مختلف وفعلا كبير وفعلا منظم وفعلا يشرف وفعلا يبهر اي حد. طبعا يمكن حضراتكم الصبح شفتوا الروبوت دوات اللي قابل الرئيس واستقبل الرئيس واتكلم معاه شوية، وده برضو في إطار حاجة مهمة جدا، هي إنه ما يحدث في المنتدى هو شراكة بتحصل ما بين المؤسسات والأجهزة الخاصة بالدولة من جهة، وده طبيعي، وما بين القطاع الخاص من جهة تانية. يعني مسألة الروبوت والتأمين الطبي كلها بتقوم بيها شركة قطاع خاص، شركة مصرية الجنسية عالمية العمل، وهي شركة بي جروب أو بي انترناشنال، واللي بتشتغل في 16 دولة. شركة خاصة هي اللي مسؤولة عن مسألة التأمين الطبي، والتأمين الطبي ده حدوتة تروى. يعني أنا برضو ما كانش عندي خبرة قوي في مسألة الحديث عن مسألة التأمين الطبي في المنتديات والمؤتمرات الدولية والعالمية، ويمكن لما الواحد شارك وشفنا ده فالواحد برضو حس بالفخر الشديد ان احنا في عندنا شركات في مصر متقدمة تكنولوجيا الى هذا الحد، وقد كده عندها دقة في العمل. الروبوت اللي موجود، ويمكن هتشوفوا معانا لقاء مع الروبوت دوات اللي قابل الرئيس الصبح واللي اتكلم مع الرئيس النهاردة، وهو بيقوم بايه الروبوت ده وبيقدم خدماته ازاي للحضور وما الى ذلك. مسألة التعقيم اللي بتحصل في كل مكان على اعلى مستوى من التكنولوجيا متوفرة في العالم. تاني مش بقول لكم دي احدث تكنولوجيا وصلت مصر، لا، احنا بنتكلم على احدث تكنولوجيا موجودة في العالم في مسألة التأمين الطبي والتعقيم والملاحظة وما الى ذلك، لدرجة انه في بعض الروبوتس غير دوات لما بتلاحظ ان في ارتفاعات في درجة الحرارة عن المستوى الامن زي ما بيتقال، او درجة الحرارة الامنة لينا احنا البشر، فعلى طول بيتبعت نوتيفيكيشن على الشركة انه هذا الشخص درجة حرارته عالية وبالتالي يتم احتواء الموقف. مسألة تحاليل البي سي ار اللي بتتعمل تقريبا كل 48 ساعة، يعني في ناس مننا عملت التحليل مرتين لحد دلوقتي، انا منهم بالمناسبة يعني، وده برضو لأجل التأمين. مش بس كده، ده اللي أنا قدرت كمان أفهمه إنه الروبوتس اللي بتتحرك في كل أرجاء وفي كل جنبات المنتدى وفي القاعات المختلفة والورش المختلفة بتقدر إنها تحدد كمان النسب بتاعت
أعلى معدلات الازدحام أو أعلى معدلات الحضور، وإذا هنا الحتة دي فيها تلوث أكتر من حتة تانية. التعقيم بالمناسبة بيتم عن طريق منقيات هواء Air Purifiers وعن طريق الألترا فايلت أو الأشعة فوق البنفسجية. يعني بصوا في حاجات كتير قاعدة عمالة هنا بتحصل بتخليك عندك زحمة من الأفكار. المسألة كل شيء متنظم، الدعوات بتجيلك طول الوقت على الإيميل بتاعك بكيو آر كود علشان ضمان إنه أنت اللي داخل، كل حاجة بتبقى موجودة على سيستم. الشباب المشاركين واللي بيشاركوا في اللجنة التنظيمية بتاعت المنتدى الحقيقة حاجة برضو تفرح وتشرف، بتبقى شايف ان انت في اجيال جديدة موجودة في بلدنا قادرة على هذا العمل، والعمل بصراحة مضني. يعني زي ما كنت بقول لكم امبارح، الناس بدأ شغل من قبل ما اي حد يوصل بعشرة وبخمستاشر يوم، في ناس بقالها اسبوعين ثلاث اسابيع وهكذا. وبالتالي الشغل طول الوقت الحقيقة لا يتوقف. كمان هي المسألة بتاعت الكواليفيكيشنز او الكفاءات والقدرات بتاعت الشباب دول واللي شغالين في هذه اللجنة التنظيمية او في اللجنة التنظيمية الخاصة بالمنتدى، قدراتهم واللغات اللي بيتقنوها وقدرتهم على الترحيب وعلى التنظيم وعلى معالجة أي حاجة وأي مشكلة. كل حاجة بتتم بالدقيقة بل بالثانية في بعض الأحوال. مفيش حاجة ما هياش متغطية، مفيش حاجة ما هياش مظبوطة. يعني فعلا شيء أكتر من رائع. بخلاف ذلك اللي يسموها الجماعة الأجانب إيه، الفايبس بتاعة المدينة هنا في شرم الشيخ، حالة من الإيجابية والطاقة الإيجابية الشديدة اللي موجودة. المكان زي ما حضراتكم شايفين، إحنا يمكن السيت اب بتاعنا أو الاستوديو بتاعنا في التاسعة هنا من سوهو سكوير، فانتوا شايفين المكان كله عامل ازاي، مليان ناس. وبالمناسبة مليان ناس من كل حتة، يعني من مصر، من الحضور الحاضرين لهذا المنتدى ومن غيرهم، الناس اللي جاية شرم الشيخ علشان السياحة. العجلة بدأت تمشي، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا، ودي من ضمن الحاجات اللي بيتم المناقشة فيها، مش بس النهاردة، مش بس في ورش العمل التحضيرية اللي بدأت قبل النهاردة بيومين، لكن كمان فيما يأتي بعد ذلك من أيام لحد إن شاء الله اليوم الأخير يوم 13 يناير بإذن الله سبحانه وتعالى. الكلام كله بيتم على ماذا بعد الكورونا، البوست كورونا، والاقتصاد بعد الكورونا، وأوجه وسبل التنمية المستدامة ما بعد الكورونا، التغيرات المناخية، تأثير الكورونا على الاقتصاد. ويمكن ده كان وارد في كلمة الرئيس زي ما حضرتكم تابعته الصبح، واللي هنعرض برضو مقتطفات منها أو يمكن هنعرضها كلها وإحنا بنتكلم النهاردة. علاقة المجتمع بالكورونا، علاقة الاقتصاد بالكورونا، شكل العالم ما أثناء الكورونا وما بعدها. نستأذنكم هنسمع مقطع من كلمة الرئيس ونرجع نكمل الكلام. التداعيات اللي أفرزتها الجائحة حتى الآن، احنا بنتكلم على توقف قطاعات كاملة خلال السنتين اللي فاتوا في كتير من الدول. في دول عملت إغلاق كامل لكل المناحي الحياة اللي عندها، في قطاعات توقفت تماما زي قطاع النقل والطيران والسياحة يمكن، وقطاعات أخرى تضررت بشكل أو بآخر. كنا متصورين إن حجم الضرر هيبقى عدة آلاف، أنا بتكلم على الخسائر سواء كان بالإصابات أو من خلال من يعني فقدناهم في العالم كله. قلنا هيبقى عدة آلاف، فوجئنا ان هم الإصابات بتتجاوز الملايين، ثم عشرات الملايين، ثم مئات الملايين. نفس الكلام بشكل أو بآخر كان بالنسبة لي من يعني فقدناهم في الجائحة، برضو بنتكلم على عدة ملايين. طيب في مصر احنا الموقف كان عامل ازاي؟ عشان اتكلم على الظروف اللي مرت بمصر ومجابهتها لهذا الامر، لازم اتكلم عن موضوعين مهمين قوي، موضوع خاص بقطاع الصحة وموضوع خاص بالاقتصاد. هتكلم الاول على الموضوع الخاص بقطاع الصحة. من 2017 و18 و19 كانت الدولة المصرية بتطلق مبادرات، المبادرات دي كان الهدف منها ان هي تدخل في ملفات الصحة العامة في مصر، وكان على رأسهم الفيروس سي. ولما عملنا البرنامج ده وتحركنا فيه،
كنا برضو متحركين عشان نشوف كمان نعمل مسح كامل للأمراض غير السرية المتمثلة في الأمراض السكر والضغط والسمنة. الكلام ده اللي احنا عملناه مبكرا وخلانا بفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا بعد ما كنا من الدول الأكثر إصابة بفيروس الفيروس سي بقينا بنقدر نتكلم عن نفسنا دلوقتي وبشهادة منظمة الصحة العالمية ان احنا من الدول الأقل إصابة بهذا الفيروس. طبعا احنا شفنا يعني مقطع من كلمة الرئيس، لكن يمكن هنتكلم اكتر في المقطع اللي جاي، او الرئيس تحديدا هيتكلم اكتر في المقطع الجاي على مسألة الاقتصاد او اقتصاد ما بعد الجائحة، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا، هي مسألة التوازنات الاقتصادية في العالم وحل هذه المسائل، ويمكن الرئيس اشار لده في كلمته الافتتاحية على مسألة ازاي نقدر نحل اختلافاتنا ونتعامل معها طول الوقت، فماذا عن الاقتصاد فيما بعد الجائحة؟ وده مهم جدا ان احنا هنتكلم فيه، ومهم جدا انه هيبقى له في اكتر من ورشة واكتر من جلسة وفي اكتر من متحدث فيما بعد ذلك خلال الايام القادمة باذن الله لحد اليوم الاخير باذن الله من المنتدى، كمان التوصيات بتاعت المنتدى اللي هتظهر فيه اليوم الاخير. مهم جدا انك انت كمان يعني انقل لك صورة ان هناك اكتر من قناة واكتر من وكالة، مش بس وكالتنا وقنواتنا المصرية والعربية، ولكن في اكتر من وكالة وقناة اجنبية موجودة هنا على علشان تغطي ده، وفي اكتر من نموذج كمان للمحاكاة زي نموذج محاكاة الامم المتحدة، ويمكن ده هنتكلم عليه النهاردة شوية مع ممثل الولايات المتحدة الامريكية في نموذج محاكاة الامم المتحدة، هنتكلم النهاردة او مع ممثلة الولايات المتحدة في نموذج المحاكاة الخاص بالامم المتحدة حول ما أيضا ما بعد الجائحة والتوازنات السياسية والاقتصادية والاختلافات ما بين الدول وكيفية حلها ورؤية الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد من خلال نموذج المحاكاة. طبعا في اكتر زي ما بقول لكم في اكتر من نموذج، في حاجات متعلقه بحقوق المراه والطفل وما الى ذلك، في اكتر من جلسه هتتعمل، في اكتر من عرض مسرحي كذلك، وده الحقيقه بالنسبه لي شيء مهم جدا، يعني كنت احب ان انا ابقى حاضر العرض المسرحي بتاع النهارده، بس يعني حضرت جزء منه وطبعا كان لازم ابقى موجود مع حضراتكم على الهواء من خلال برنامجنا التاسعه. اعتقد ان احنا هيبقى في معانا دلوقتي مقتطف او مقطع من كلمه الرئيس، ايضا استاذنكم ان احنا نسمعه ونتابعه ونرجع نكمل كلامنا. احنا بدانا في نوفمبر 2016 برنامج للاصلاح الاقتصادي، واتصور ان احنا لو ما كناش اطلقنا هذا البرنامج واللي كان فيه قسوه شديده علينا كمصريين، انا بتكلم على الشعب والراي العام في مصر، اتصور ان احنا كان هيبقى موقفنا لو ما كناش عملنا هذا البرنامج إن كان هيبقى تداعيات الموقف الاقتصادي في مصر أكتر كتير لو ما كناش عملنا هذا البرنامج. إحنا النهاردة خلصنا البرنامج ده اللي أطلقناه في نوفمبر 2016 زي ما قلت، خلصنا المرحلة الأولى وشغالين دلوقتي في المرحلة الثانية. أنا عايز أقول لكم إن ده خلى الاقتصاد المصري مستعد يتحمل صدمات أكبر اللي هيسببها هذا الوباء على العالم كله وعلى مصر أكيد. بس إحنا كمان بالمناسبة كنا شغالين وإحنا بنتكلم على الاقتصاد في مصر على مشروعات قومية كثيرة عشان يعني نحقق التنمية المطلوبة ومعدلات النمو اللي إحنا بننشدها وتجهيز الدولة للانطلاق لمستقبل أفضل. فأنا عايز أقول إن كان ممكن ناخد قرار ساعتها في ان احنا نعمل ايقاف كامل الأنشطة، لكن احنا ما عملناش كده. احنا زي ما قلت عملنا استراتيجية تستهدف ان احنا نحافظ على معدلات العمل والمشاريع اللي احنا بنتحرك فيها، وفي نفس الوقت نعمل اجراءات احترازية قوية تكفينا شر الكوفيد وتأثيراته.
يعني يمكن حضراتكم تابعتوا المقطع ده من كلمة فخامة الرئيس، بس خلونا نحاول نركز شوية في الكلام اللي قاله الرئيس، وده كلام مهم جدا. أولا الرئيس ركز في كلامه على مسألة التحديات الاقتصادية اللي كان بيمر بيها العالم واللي مرت بيها مصر خلال السنتين بتوع الكورونا. يمكن الرئيس اتكلم قال ماذا لو كانت أعداد الإصابات أكتر من كده بكتير، وماذا لو لا قدر الله كانت أعداد الوفيات كمان أكتر من كده بكتير، كنا هنعمل إيه وكان هيبقى التصرف عامل ازاي. وقال انه مصر بالفعل قامت بمجموعه من الاجراءات الاقتصاديه وفي نفس الوقت الاجراء الاحترازي، واشتغلت كمان على انها عملت ميكانيزم او عملت اليه لمساله الاغلاق التام، وكانت لفتره قصيره جدا. بعدها مصر قدرت تحافظ على شكل من اشكال اليات الاغلاق الجزئي وفي نفس الوقت استمرار العجله الاقتصاديه. اللي انا عايز اقوله لكم ايه؟ اللي عايز اقوله لكم انه خلونا نتذكر ازاي الوكالات الاقتصادية الكبيرة زي وكالات زي بلومبرج او صحف كبيرة زي فاينانشال تايمز او ايكونومست او وكالات زي فيتش او وكالات تانية زي ستاندرد اند بورز ادوا تصنيفات عالية جدا جدا لاداء الاقتصاد المصري. اقدر اقول لك الحقيقة بقلب وبثقة تامة ان الاقتصاد المصري كان واحد من اكبر او من اهم اربع خمس اقتصاديات على مستوى العالم في معدلات النمو بتاعه، لانه الاجراءات اللي خدتها مصر بخصوص الاقتصاد تحديدا وبأليات الإغلاق التام أو الإغلاق الجزئي والحفاظ على دوران العجلة الاقتصادية والحفاظ، خليني أقول لك بالمصري أو بالبلدي الفصيح كده، إنه الحفاظ على لقمة عيش الناس كان هو الأساس أو المستهدف الرئيسي من السياسات اللي اتخذتها مصر والقرارات اللي تم اتخاذها في خلال السنتين دول. وده اللي أدى أنه مصر حققت معدل نمو تقريبا 3.6، في حين أن في دول كبيرة في العالم كان معدلات نموها دخلت في مرحلة الصفر، في دول تانية الحقيقة ولم تكن صغيرة أو حتى متوسطة يعني في حجم أدائها الاقتصادي وصلت إلى مراحل تحت الصفر في مسألة النمو الاقتصادي. مصر كانت من أهم أربع أو خمس دول على مستوى العالم قدروا أنهم يحققوا نمو اقتصادي بالإيجاب، ده كان نمرة واحد. زي ما بقول لكم حققنا 3.6 في ظل أن في دول في العالم كانت بدأت تنهار اقتصاديا للأسف الشديد. فمصر خدت الحقيقة مجموعة من الإجراءات وخط أو منح اقتصادي كان شديد الذكاء شديد البراعة. نقدر نقول أن الاقتصاد المصري الحقيقة عارف يراوغ كورونا جيدا وقدر أن هو ينهي هذه المراوغة بنجاح شديد. وأعتقد أنه التجربة المصرية اللي أصبحت الحقيقة مثل وأصبحت كتير من دول العالم بتنظر إليه مش بس بتشيد به، هو ده اللي بيخلينا واقفين النهاردة وبنسمع كلمة الرئيس في هذا الصدد. زي ما قلت لكم احنا عندنا لقاء وان كان قصير بس انا بعتقده مهم جدا مع واحد من الروبوتس اللي كانوا بيشتغلوا جوه المؤتمر او اللي زالوا بيشتغلوا جوه المؤتمر واللي هم تابعين لشركة بي جروب او بي انترناشنال. وزي ما اقول لكم هي شركة مصرية ولكن بتعمل في 16 دولة على مستوى العالم، شركة خاصة تعاون معاها او تعاونت معاها ادارة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ للتأمين الطبي، ودي حاجة مهمة جدا للتأمين الطبي ولتعقيم كل شيء موجود. الروبوتس دي كانت روبوتس تفاعلية. ايه فاعلية دي؟ روبوتس تفاعلية وبتكلمه وبيرد عليك وبيساعدك وما الى ذلك. لقاء انا اتوقع انه يعني هيبقى لطيف بالنسبة لحضراتكم، اتمنى كمان ان هو يحوز اعجابكم. بالمناسبة الروبوت اللي حضراتكم هتشوفوه ده صنع في مصر بايدي المصريين. خلونا نشوف هذا اللقاء مع الروبوت دوات ونرجع نكمل الكلام. اهلا، اسمك ايه؟ مرحبا، اسمي دوات. بتعمل ايه هنا يا دوات؟ أنا واحد من مجموعة روبوتات متواجدين ضمن خطة التأمين الشاملة لحماية السادة الزوار من فيروس كورونا، وذلك بتنسيق مع اللجنة المنظمة، حيث أعمل على توعية الحضور بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وقواعد السلامة العامة، وأقدم أيضا معلومات عن المنتدى، فأنا لدي قاعدة بيانات تحتوي على برنامج المنتدى وجدول مواعيد الأنشطة المقامة خلال المنتدى، وكذلك أستطيع عرض خريطة موضح عليها الندوات والورش.
لمساعدة الزوار. طيب يعني انا افتكر ان احنا بعد اللي احنا شايفينه واللي بيحصل الموضوع بالنسبة لي يستحق ان انا اعمل حاجة تقريبا ما بعملهاش في حياتي، ان انا اخد سيلفي مع دوات. انا مش اخصائي سيلفي قوي بس اظن كده ممكن، صح؟ ودي اول سيلفي اقدر اخدها مع دوات. مش عارف مين من زملائي قدر ان هو ياخد سيلفي بالشكل ده قبل كده، بس مش ده المهم بالنسبة لي. اي حد في الدنيا اكيد هيبقى حابب انه يشوف تكنولوجيا جديدة ونتعامل معاها قدر الامكان. اللي حاصل في المنتدى او منتدى شباب العالم السنة دي كل شيء فيه الحقيقة بمنتهى الدقة وعلى اعلى مستوى ممكن تتخيله من استخدام التكنولوجيا اللي موجودة حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها في 2022 في اول شهر فيها. فخلونا نشكر بالتأكيد ادارة المنتدى ونشكر شركة مصرية مهمة زي بي جروب ان هم قدروا يوصلونا للوضع اللي احنا فيه، للحالة اللي احنا فيها. وبالمناسبة دوات صناعة مصرية، اشكركم. طيب اظن يعني شفت الروبوت دوات، وعادة انا ماليش في صور السيلفي والكلام ده، بس بالنسبة لي كانت لحظة تاريخية جدا وكانت حاجة مهمة بالنسبة لي، عايز احتفظ بيها الصورة دي يعني. لكن عايز اقول لكم على حاجة بالمناسبة انا ما اتكلمتش فيها واحنا بنتكلم مع دوات حتى في المقدمة بتاعتي. شركة بي جروب عاملة حاجة بقى لطيفة جدا غير الرابط، في كيت كده شنطة صغيرة لطيفة بيج كده ظريفة جدا معمولة من القماش، اي صديقة للبيئة. دي فيها مجموعة من الحاجات اللي تحافظ بيها على صحتك وانت موجود هنا، يعني على سبيل المثال هتلاقي مجموعة من الفيتامينات لرفع معدلات المناعة على سبيل المثال، هتلاقي في زي حاجة فيها محلول مائي، ده معمول بالذات للجماعة الأجانب من ضيوف المؤتمر اللي جايين، وبالتالي يبقى في عندهم اختلافات في طبيعة الطقس والمناخ فممكن يحصل لهم دي هايدريشن أو حاجات زي كده فيقدروا يستخدموا المحلول المائي. في مجموعة من المطهرات اللي ما هياش الكول بيزد، اللي مش مبنية على الكحول وفومز وحاجات أنا بصراحة عمري ما شفتها، مش عارف بقى حضرتك شفتوها ولا لأ. هتلاقي في حاجة اسمها أكسجين بوستر في حالة وجود صعوبة في التنفس أو اختناقات لا قدر الله، فدي بتستخدم طبعا عند الضرورة. يعني شنطة كده لطيفة. هنا بقى انت بتشوف ايه؟ بتشوف ازاي يبقى في فائدة حقيقية لما يحصل تعاون ما بين الدولة واجهزتها او مؤسساتها من جهة كتنظيم لهذا المنتدى، وما بين شركة خاصة وتبقى شركة كبيرة ويبقى ليها سمعة كبيرة ويبقى ليها سمعة دولية وما الى ذلك. دي حاجة مهمة جدا. وازاي انه التكنولوجيا وطريقة التفكير كلها بتاعتنا بتاعت مصر بالمناسبة، ودي حاجة برضو هتخليك تفخر جدا. على كل حال انا هستأذنكم هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام ونبدأ فقراتنا ولقاءاتنا في برنامجكم التاسعة. أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم على الخير. اتبعنا بسم الله نبدأ من أجل المستقبل ده. تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم. Soyez heureux dans ce monde. Oui, dans la vie, c'est un village.
الشباب الدنيا مالها الفرحة دي هنكملها أيامنا جاية بنا نستنى ليه جاي اللي الدنيا بحالها وشباب الدنيا مالها الفرحة دي هنكملها أيامنا جاية بنا نستنى ليه dans ce monde tous ensemble soyez heureux dans ce monde بحب الشاب خالد جدا الى ابعد الحدود بس الاغنيه كمان حلوه جدا 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 وبتعكس الروح العامه للمنتدى الحقيقه السنه دي واظن بتعكس الروح العامه للمنتدى في السنين اللي فاتت ويمكن السنين اللي جايه هي فكره عدم وجود تمييز وده بالمناسبه جزء من الكلام اللي قاله الرئيس النهارده في الافتتاح انه في النهايه احنا قد نختلف لكن دون اي شكل من اشكال التمييز. خلوني الاول يعني ارحب بضيفنا العزيز دكتور سامح كامل. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. احنا النهارده هنتكلم على مشاركتك باعتبارك ممثل عن شمال افريقيا والشرق الاوسط عن الاطفال والشباب بمجلس حقوق الانسان تابع للامم المتحده. خليني بقى عايز اعرف انه الكلمه بتاعتك او اهم المحاور الرئيسيه اللي هتتكلم فيها هتبقى ايه؟ طيب، هو انا ممثل شباب الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعه الامم المتحده الرئيسيه للاطفال والشباب، ولكن انا جاي المنتدى النهارده مشارك في نموذج محاكاه مجلس حقوق الانسان. انا بصراحه ما اشتغلتش قبل كده خالص على حقوق الانسان، انا كنت بشتغل قبل كده على القضايا التنمويه، يعني التنميه المستدامه، الشباب والسلم والامن، الحاجات اللي ليها علاقه بالشباب والتنميه المستدامه. كل ما يخص الشباب والتنميه المستدامه في الامم المتحده، احنا كمجموعه الامم المتحده الرئيسيه للاطفال والشباب شاركنا فيها بصوره او باخرى، وكمان بيكون بنشارك بصوره المفاوضات، يعني بنتفاوض مع الدول، بنقعد معاهم على نفس الترابيزه وبنتفاوض معاهم على اولوياتنا احنا كشباب في الاجنده اللي مطروحه على الترابيزه النهارده. والحمد لله بنقدر نحقق اللي احنا بنكون عايزينه ويتحط في الاجندات اللي الدول كلها، دول العالم كلها بتقدر تطبق بتوقع عليها وبتطبقها في الدول بتاعتها. احنا النهارده في عندنا بكره نموذج المحاكاه لمجلس حقوق الانسان. انا هكون بمثل دوله الفلبين لان هو ده نموذج محاكاه، فكل حد بيمثل دوله هو ما يعرفش عنها حاجه علشان يتعلم عنها ويتعلم عن الدوله دي بتعمل ايه. فبالنسبه لي الفلبين انا ما اعرفش عنها كتير، والطلب مني ان انا امثل الفلبين وايه القضايا اللي بتشتغل عليها الفلبين، ايه القضايا اللي واقعه ممكن عندهم شويه، ايه القضايا اللي هم اقوياء جدا فيها والعالم كله يحب ان هو يتعلم منها. الثيم الرئيسي لمجلس حقوق الانسان هيكون عن الكورونا وتداعيات ازمه كورونا واثارها على حقوق الانسان في العالم. حلو جدا. طيب، بما انه ما كنتش بقى تعرف حاجه عن الفلبين وبالتاكيد دلوقتي بقيت بتعرف الكتير عن قضايا الفلبين ومشاكلها وكيفيه حلول بعض من هذه القضايا زي اللي قامت بيها الحكومه الفلبينيه، في رايك كانت ايه اكتر، او اللي عرفته ايه اكتر الحاجات اللي كانت بتشوف انها كانت نقاط ضعف او انها مشاكل في هذا الملف؟ والله كل دوله وكان عندها المشاكل الخاصه بيها، ولكن الفلبين بصفه ان هي دوله جلوبال ساوث زي ما بيقولوا بالانجليزي، او دوله عالم لسه ديفلوبينج لسه بتتقدم، عندها مشاكل بالنسبه للتعليم والصحه والفقر وحاجات كتيره جدا. ولما كمان جت ازمه كورونا عليها، كل دول العالم النامي تاثرت بيها بنفس الشكل. الفلبين ممكن من ناحيه اوسع شويه تاثرت بالتعليم، تاثرت في حته التعليم. التعليم عند الفلبين البنيه التحتيه بالنسبه للانترنت مش قويه جدا، فلما كل التعليم نقل اونلاين ده قلل من فرص التعليم بالنسبه للناس اللي دخلها اقل شويه من
ناس تانية. فاللي ما عندوش انترنت في البيت ما يتعلمش. الحكومة طبعا عملت وعملت وعملت، بس برضو في الاخر هو يعني كام مليون مواطن هنقدر ان احنا ندخل انترنت في الفترة دي، والناس كلها بنعمل تباعد، والناس كلها ما بتروحش الشغل، ازاي ان احنا نقدر ندخل انترنت للناس دي كلها؟ طب والفلوس اللي هنصرفها على ان احنا ندخل انترنت علشان الناس تتعلم؟ ففترة الكورونا من ساعة ما الجائحة بدأت ناس كتيرة جدا اضطرت ان هي تتوقف عن العملية التعليمية، فقدت هذه الفرصة. بالزبط. طيب هنا بقى وانا بتكلم، انا هعتبر ان احنا خلاص في نموذج المحاكاة، فوانا بتكلم مع ممثل الفلبين عن قضايا الاطفال والشباب، وشايف ان المشكلة الكبرى دلوقتي هي مسألة التعليم، فبالتأكيد انت اطلعت كمان بشكل او باخر على موازنة التعليم في الفلبين والقطاعات اللي هتتحرم من التعليم بسبب الكورونا او هتفقد جزء كبير من فرصتها، هتحتاج اكيد لشكل من اشكال التمويل، سواء اذا كان التمويل ده هيبقى فلبيني او هيجي عن طريق منظمات دولية او بعض الدول المانحة. ايه الحلول اللي بتضعها او بتعرضها قدام المجلس في النموذج؟ خلي موضوع الحلول ده يبقى مفاجأة بكرة. طب احنا... اديلي اي سبق مع ده، شغلتي احنا لسه لحد دلوقتي احنا في مرحلة التفاوض. يعني لو انت حطيت مجموعة مثلا هنفترض 5 حلول، قول لي حل منهم بس حل حلو. احنا لسه لحد دلوقتي في مرحلة التفاوض لحد الصبح برضو دكتور. لحد الصبح هيكون هنعلن، يعني هيكون خلاص النسخة الدرافت يعني هتكون طالعة للمناقشة يعني، وان احنا التصويت عليها. فلحد دلوقتي احنا في مرحلة التفاوض. انا بالنسبة لي كسامح او كممثل دولة الفلبين كان من وجهة نظري اهم الحاجات التعليم، وكمان حقوق الانسان بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي. دول كتيرة جدا بما فيهم متقدمة وغير ونامية، كان الدكاترة الدكتور يبقى ماشي ببلطه في الشارع يتضرب. ليه انا بتضرب؟ لان انت الكلام اللي كان بيتقاله انت اللي بتجيب لنا العدوى. انا دكتور باعتباره مختلط يعني. بالظبط بالظبط. وانا دكتور وكنت بشوف ده في الشارع بيحصل في سواء في مصر او برا مصر. بس تمشي بالبلطو او تمشي بالسكراب لبس الدكتور ده بالنسبة لك جريمة. الناس بتجري وراك في الشارع، او مثلا لو بتركب مواصلة عامة في اي دولة في العالم الناس بتبص لك بصة استحقار وتبعد عنك وكده. حق من حقوق الانسان انه يتعامل بمعاملة طبيعية جدا فقد على مستوى العالم اجمع، فلازم ان هو يكون يتناقش في مجلس حقوق الانسان سواء في جنيف او في نموذج المحاكاة. حقوق الانسان بالنسبه للعاملين في القطاع الصحي حاجه مهمه جدا 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 لازم ان احنا نركز عليها. طب باعتبار كمان انك انت اشتغلت على ملفات التنميه المستدامه، فده بيخلي انه الحديث زي ما يتقال لي اكتر من وجه، بتعتقد انه هيبقى في دور لدول مانحه في حل هذه الازمه، يمكن تحديدا في الفلبين على سبيل المثال؟ لازم ان هو يكون زي ما بيسموها شراكه الشمال جنوب او شراكه الدول المتقدمه مع الدول الناميه. لازم ان هو يكون في صناديق استثماريه، بس دي بتكون في الغالب بتكون حاجات ثنائيه، مش بتكون لازم من خلال صندوق موحد من خلال الامم المتحده او شراكات تانية. غالبا بتكون حاجات ثنائيه او ثلاثيه او رباعيه، مجموعه من الدول بتقول ان احنا شايفين ان الوضع اقل في دوله من الدول، فاحنا نشتغل على الدوله دي ان احنا نعلي من حاجه من الحاجات اللي احنا شايفينها عندهم وحشه. بالنسبه للامم المتحده في صناديق بتتعمل لتنميه الدول الناميه، في حاجة مثلا زي الكوفاكس انيشيتيف اللي هو المنظومة اللي اتعملت او الصندوق اللي اتعمل علشان اللقاحات، توزيع اللقاحات. الدول بتتبرع لصندوق الكوفاكس علشان الكوفاكس ده يقول طب الدولة اللي مش قادرة ان هي تشتري اللقاحات مش هنسيبها ان هو ما يلقحوش الشعوب بتاعتهم، لا هو احنا هنديكم الفلوس من الكوفاكس فند وتشتروا بيها اللقاحات، او احنا هنشتري لكم اللقاحات وهنديها لكم من خلال الصندوق ده. عظيم جدا. طيب في بعض الدول اللي ما بتبقاش يمكن ليها دور كبير في مسألة منح وما إلى ذلك، لكن بتبقى مشغولة أكتر بأنه أنا مش هقدم منح بقدر ما أنا مستعد أوجه استثمارات. هل بتعتقد أن ده شكل من أشكال الحلول هي مسألة توجيه استثمارات للفلبين بشكل عام، يبقى جزء منها استثمارات في المجال الطبي واستثمارات تانية في مجال التعليم، ده ممكن يساعد على حل المشكلة؟ طبعا. يعني خلينا متفقين أنه استثمارات معناها أنه في عملة أجنبية داخل البلد، فانت بتعلي من الفلوس الاجنبيه او العمله الصعبه اللي موجوده في البلد، فده بالطبيعي هينعكس على الشعب وهيزود من فرص العماله وهيعمل غير انه الفاينل برودكت بتاعك، انه المنتج النهائي بتاعك
بيكون اصلا حاجه بتخدم البلد اللي انت استثمرت فيها. طبعا. فانت كمستثمر انت كسبان فلوس، ولكن انت قدمت خدمات قد ايه للشعب اللي عايش في الدوله دي؟ طب بتعتقد انه اقتصاد ما بعد الكورونا ده ممكن يؤدي الى المزيد من ضخ الاستثمارات في دول ناميه او دول بتسعى للتطور؟ طبعا، احنا من دلوقتي بدانا نشوف استثمارات اجنبيه في دول في افريقيا، في دول في شرق اسيا، في دول امريكا اللاتينيه. شفنا بدانا نشوف ان الكلام ده بدا بالفعل، وبدا بارقام غريبه ما كانتش موجوده قبل الكورونا. طب انا كده اظن عرفت ثلاث حلول. انا طلعت شاطر صح؟ وقعتك. لا 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 ولسه. طيب بص، انا مش هكمل في ان انا احاول ايه اعرف اكتر. يعني انا بالنسبه لي كده ممكن اعتقد ان انا كده وصلت الى حد الاكتفاء، وان كان الصحفي ما يكتفيش يعني. لكن انا عايز اروح لحاجه تانية، هي مساله الاول. انت عندك كم سنه؟ انا 27 سنه. ما شاء الله. قول لي بقى، راجل عنده لا شاب عنده 27 سنه، راجل زي الفل، ملو هدومه زي ما بيتقال، ازاي خدت قرار وفي نفس الوقت قدرت الخطوات، السعي، الطريقة اللي خلتك بأنك تبقى بتشارك في عمل عام من جهة، ومن جهة أخرى في أنك أنت كمان تبقى بتشارك في العمل الحقيقي والرسمي، ومن ناحية تانية العمل من خلال نماذج المحاكاة؟ طيب أنا مولود ومتربي في المنيا. مدينة المنيا ممكن هي أقرب شوية للقاهرة أو أقرب شوية لكده، ولكن في قرى في المنيا بتوجع القلب طبعا. يعني بتنزل القرى دي ما عندهمش حقوق بسيطة جدا. زمان أيام بداية الألفينات لما أنا كنت لسه شاب صغير وكنت بنزل القرى دي وتشوف الناس دي محتاجة أنه تشتغل عليهم. فلما تشوف أنه في فرصة لأجندة دولية جديدة بتتعمل، والأجندة الدولية دي في دول معينة بتكون قاعدة شايف انه مثلا التعليم مش اولويه يعني مش شرط التعليم بس حاجه من القضايا اللي بتتناقش مش اولويه، لان هم عندهم في بلدهم عندهم اكتفاء ذاتي، والدول دي بيكون ليها صوت قوي في المفاوضات، وبالتالي غالبا ممكن الحاجه زي كده تتهمش او يتركن دورها شويه او ما تاخدش الضوء اللي هي محتاجه انه يكون متاخد. طب انا فين دوري؟ انا جاي من حته موجود فيها المشكله والقضيه دي محتاجينها. طب ازاي ان هو ما تكونش موجوده في اجنده دوليه؟ وفي دول كتير جدا، انا سافرت كتير جدا جدا وشفت يعني دول ناميه ودول متقدمه، وشفت القضايا المشتركه اللي انا اشتغلت عليها موجوده هنا ازاي وموجوده هنا ازاي. طب اقارنهم بمصر، طب ما مصر محتاجه ان هي نشتغل، طب ما هو الدول الناميه الثانيه محتاجه ان احنا نشتغل عليها طبعا. طب ليه الكلام ده ما يعممش في اجنده واحده؟ الاجنده دي تتطبق على كل دول العالم. انت يا سيدي راجل عندك اكتفاء ذاتي في دولتك، خلاص انت هتوقع الاجنده عشان عندك نقط تانية في الاجنده محتاجه، بس ما تشتغلش على النقطه دي، خلاص انت قول ان انا مكتفي، انا وصلت لي البرسنتج المعين، النسبه المئويه المعينه اللي الامم المتحده وصلت عليها وخلاص انا خلصت. ولكن ده دوري بقى، يعني ليه انا اشوف ناس في بلدي او في بلاد تانية عندها القضيه دي وبس علشان حد مكسل من دولة تانية أو حد عنده أجندة معينة في دولة تانية إحنا مش مهم بالنسبة لدولتنا كده؟ لا، أنا مهم بالنسبة لدولتي، مهم بالنسبة للشباب اللي في المنطقة العربية إن هم يشتغلوا على القضية دي، فأنا هتكلم عليها وهدخل في المفاوضات مع الدولة دي وهقف مع الدولة دي وهقول لهم أنا وجهة نظري ووجهة نظر شباب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كذا، مش عاجبك تعال نطلع بره قاعة المفاوضات ونتكلم مع بعض وهشرح لك وأقنعك بوجهة النظر دي. والله ما اقتنعتش، خليك ثابت على وجهة نظرك وانا هحاول اقنع الدول التانية ان هي تقف معايا. وطبعا يعني انا في بقالي في المجال ده ممكن تقريبا 10 سنين من وانا عندي 17 سنة ما شاء الله. مصر من اول يوم انا كنت موجود فيه هو اي قضية احنا شايفينها كشباب عندنا مشكلة فيها بنروح بنتكلم مع البعثة بتاعتنا في نيويورك، والله الوضع 1 2 3 يقولنا اوكي اشتغلوا احنا معاكم، اشتغلوا احنا بنسبورت، طب ايه رأيكم ما تغيروا مثلا في التكتيك بتاعكم اعملوا كذا كذا كذا. وكتير كمان من الدول العربية بتبقى واقفة معانا وبتدعمنا ان هو احنا بنمثل الشباب بتوعكم نشتغل معاكم على الموضوع ده. بص مش عارف اقول لك يا سامح ولا يا دكتور سامح، بس انت حاجة تشرف. ربنا يخلي حضرتك والله، حاجة تفرح وحاجة تشرف ونموذج على الإصرار يعني. طب انا اخيرا قبل ما اختم من لقائنا ده، خلال العشر سنين دول انت بدأت تشوف انه حصل تطور في مسألة فرصة التعليم لدى اهالينا بالذات، خصوصا انت جاي من المنيا من الصعيد، واي حد صعيدي عارف ان احنا عندنا في الصعيد المسألة كانت صعبة قوي 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 يعني.
فانت بتشوف ان الموضوع بدا يتطور، انه العجله بتتحرك، القطر بيتقدم زي ما بيتقال، ولاي مدى؟ هو يعني بالطبع في سيستم قوي محطوط حلو، ولكن ينقصه طبعا بعض الحاجات. هو نظام جديد جدا، ومن وجهة نظري الشخصية هو نظام قوي جدا، ولكن ينقصه بعض التدريبات، بعض التوعية، بعض النقط. في نقط معينة كده المفروض ان هي تكون مشروحة ومتسهلة على المعلمين وعلى الطلاب. لحد النهاردة لسه مش موجودة، ولكن كأوفر أول سيستم، كنظام بصورة عامة، انا شايف بصراحة انه اهتمام الدولة بمسألة اتاحة التعليم للناس حاسس انه في تقدم طبعًا. ملحوظ؟ ملحوظ طبعا. الناس في الصعيد حاسه بده؟ زي ما كنت بقول لحضرتك دلوقتي، علشان في نقط معينه ناقصه في الشرح والتوعيه، عايزينها تتنور اكتر. بالظبط. الناس مش فاهمه انه ليه الدوله بتعمل نظام تعليم زي ده، مع ان نظام التعليم ده وفي دول كتيره جدا على مستوى العالم بتسترشد بالنظام الادوكيشن 2.0 اللي هو مصر بتعمله النهارده، دول كتيره جدا بتسترشد بيه. ف ليه انت يعني انت كمعلم مش فاهم؟ حاول انك تفهم، اسال اسئله، لكن ما تبقاش ان انت مقفول من النظام من قبل ما تفهم النظام ده ايه هدفه، وتفهم وتستعلم وما الى ذلك. الدكتور سامح كامل، دكتور رجل شاب صعيدي يفرح، نورت وشرفت، واهلا بيك معانا مره تانية في التاسعه. ربنا يخلي حضرتك. اشكرك. شكرا لحضرتك. خليكم معانا بعد الفاصل، لسه لينا كلام كتير في التاسعه، استنونا. يعلن انطلاق النسخه الرابعه من منتدى شباب العالم على الخير، اتبعنا. بسم الله نبدأ، من أجل المستقبل دعم. تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب، وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم. الدنيا اللي ما فيش فيها كره، الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل، الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. I dream a world where no one hates, to hold the bright تفاص طوي يمنا فوتي زي الدنيا اللون per l'amore che riempie il tempo di colore l'upizio uscito sto dai onze suicennam نحلم بالدنيا اللي يعيش فيها ناس في سلام، ناس كيفكروا في المستقبل يشوفوا القدام، الحلم بيلمع بعيونهم مو فرق لونهم ولا دينهم، مسابلين كل اختلافات ومعيشين. ولازلنا مع نماذج مبهرة بصراحة. المهندس هشام عادل نصر، متخصص في المدن الذكية ومجموعة من التخصصات، وكمان مشارك بالتدريب مع اليونيدو، واحنا في خلال هذا المنتدى الأول. ازيك يا باشمهندس؟ أهلا بيكم. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. دي أول مرة هوا؟ لا، تانية أو تالت مرة. خلاص، أنا عايزها تعتبرها دي المرة رقم 10,000. خلاص تمام. عايز أعرف منك أولا، الأول هنتكلم بعد شوية عن مشاركتك بالتدريب مع اليونيدو، لكن مسألة تخصصك في مسألة المدن الذكية،
فهمنا اولا يعني ايه مدن ذكيه. خلي بالك احنا المصطلح ده بالنسبه لنا في مصر جديد، بقاله سنه سنتين مدن الجيل الرابع الحاجات اللي زي كده، احنا كان اخرنا القريه الذكيه ده زمان. تمام تمام. المدن الذكيه هي المدن اللي بتلبي احتياجات السكان اللي فيها او المواطنين فيها، بحيث ان هم يبقى عندهم جوده حياه ويعيشوا في عيشه بيئه نظيفه، يتلبى كل احتياجاتهم، اي حاجه عايزين يعملوها من الحكومه، وده طبعا باستخدام التكنولوجيا، يعني يبقى في اي تي في الموضوع، كل حاجه تبقى عن طريق الانترنت، ابلكيشنز اونلاين، كل حاجه انت محتاجها تبقى على طول سهله وسريعه ممكن تحققها. وبرده بيزيد عليها فكره السستينابيلتي او الاستدامه، وفكره المدن اللي هي الخضراء ان هي تبقى في بيئه نظيفه انت عايش فيها، والموضوع ده كل الخدمات اللي بتتقدم لك على طول مستدامه وانت تقدر توصل لها من اي مكان. طب ده بطبيعه الحال مرتبط بتخصص اخر ليك وهو مساله الطاقه المتجدده. يعني طالما بنتكلم على مساله تنميه مستدامه ومدن خضراء وتلبي كافه الاحتياجات، يبقى انا لازم يكون في عندي مصادر كبيره للطاقه، ومساله الطاقه المتجدده اصبحت هي الشغل الشاغل للعالم دلوقتي. ده حقيقي جدا. طبعا كل معظم العالم بقى يتجه للطاقه المتجدده عشان الوقود الاحفوري ومشاكله وتلوث البيئه. حتى مؤخرا كان المؤتمر الامم المتحده لتغير المناخ اللي كان في جلاسكو بيتكلموا عشان درجه الحراره بدات تزيد في العالم والقطب الشمالي والثلج هيسيح وفي مدن ساحليه كتير هتبدا تغرق في السنين القادمه، فهم بيشجعوا الدول عامه حتى الدول المتقدمه اللي هي تساعد الدول الناميه في ان هم يبداوا يستخدموا الطاقه المتجدده كطاقه بديله نظيفه هتوفر طبعا هتقلل من الانبعاثات الكربونيه اللي بتاثر على المناخ، وده طبعا في حد ذاته هيبقى مصدر مستدام للطاقه ودائم غير الوقود الاحفوري اللي في يوم ما هيضطر اللي هو يخلص، فاحنا لازم من دلوقتي نبدا نستعد له. وطبعا مصر بتتميز ان هي بموقعها عشان الطاقه الشمسيه طبعا كمصدر اساسي هيبقى مصدر بديل للوقود الاحفوري، وطبعا طاقه الرياح، وده اللي الدوله المصريه طبعا بتعمله دلوقتي كتشجيع للمشاريع في الطاقه الشمسيه وجلب الاستثمارات. وطبعا كان في افتتاح سياده الرئيس من كام يوم لاكبر محطه طاقه شمسيه في بنبان في اسوان، طبعا يعني مشروع كبير وكله معظمه جاي استثمارات من الخارج، شركات كبيره من الامارات من اوروبا جايين واستثمروا في المشروع ده عشان عارفين ان مصر بيئه خصبه لمشروع الطاقه الشمسيه، وعارفين ان يعني مصر هتبقى ان شاء الله في المستقبل مركز اقليمي للطاقه، بحيث ان احنا نصدر الطاقه دي لجيراننا السودان ليبيا الأردن لبنان، وبرضو في المستقبل إن شاء الله ممكن هيبقى في ربط مع أوروبا بحيث ممكن نصدر لهم الطاقة الكهربائية الفائضة من عندنا. طب ده بيأكد على مسألة إنه هناك مستقبل واعد لمسألة الطاقة المتجددة في مصر، والطاقة المتجددة في مصر مش بس طبعا مرتبطة بالشمس لكن كمان مرتبطة بطاقة الرياح، طاقة كهربائية. برضو احنا الأجيال اللي اتعلمت إن الطاقة الكهربائية بالضرورة لازم تيجي من السدود على الأنهار، لكن بعد كده أصبح في أكتر من حل زي الحصول على نفس ذات الطاقة بشكل مختلف من طاقة الأمواج أو حركة الأمواج وما إلى ذلك. لكن خليني أسألك على مستقبل مصر يصل إلى أي مدى أو إلى أي حجم في مسألة التوسع في الطاقة المتجددة؟ ده حقيقي. يعني هو دلوقتي في طبعا طبقا لرؤية مصر 2030 واللي على طول بتعمل لها زي تطوير على طول، ان احنا نشمل اكتر من مصدر طاقه، يعني لازم يبقى في اكتر من مصدر طاقه بنعتمد عليه، طاقه الشمس وطاقه الرياح والامواج، وطبعا مؤخرا تم اضافه طاقه الهيدروجين الاخضر، وهيبقى في مشاريع طبعا عملاقه هتحصل في الفتره اللي جايه بالنسبه للهيدروجين الاخضر اللي هو مستمد من الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح، بحيث ان انا استخدم ميه البحر اعمل لها تحليه وولد بيها الهيدروجين اللي انا ممكن استخدمه في توليد الطاقه الكهربائيه، او اللي انا ممكن استخدمه في انتاج الامونيا اللي بتستخدم في كثير من الادويه في المفاعلات النوويه. وطبعا ده في المستقبل ممكن اوروبا اصلا تستورد مننا الهيدروجين لتحويله الامونيا لاستخداماته في صناعات كتير، عشان هم ما عندهمش مساحه متوفره زي ما احنا عندنا او بيئه ان احنا ممكن نطور الموضوع ده في مصر. فعلى طول الخطه بيحصل لها تطوير وتنميه، وكل ما التكنولوجيا طبعا تظهر برضو العربيات الكهربائيه هتبدا تنتشر في مصر زي وزاره الصناعه، الوزير هشام توفيق بيحاولوا دلوقتي يبقى فيه زي مصنع في مصر لتصنيع السيارات العام. مظبوط. مصنع نصر. بالظبط. E70 العربية الجديدة إن شاء الله. بالظبط. المفروض تبقى السنة دي أظن على نص السنة تقريبا. المفروض هو السنة دي، هم كان في مشاكل حصلت مع الشريك الصيني بيحاولوا يشوفوا ثلاث شركات داني دلوقتي بيحاولوا يتواصلوا معاهم، بس إن شاء الله الموضوع مستمر عشان العربيات الكهربائية هي المستقبل يعني.
بتعتقد انه مسألة الاعتمادية على طاقة خضراء او حتى طاقة اقل تلوثا زي الغاز الطبيعي وما الى ذلك، ده بيحتاج كمان لمسألة وعي لدينا احنا المواطنين ان احنا نتجه لده؟ يعني احنا لحد اللحظة اللي احنا فيها عارف يجي يقول لك لا يا عم نشتري العربية اللي انا عارفها، اصل والشائعات اللي تطلع على عربيات الغاز وشائعات اخرى على عربيات الكهرباء، يعني واحنا برضو بلد يعز الشائعات شوية. ده حقيقي، هو طبعا بالفعل محتاج لوعي بسبب يعني حاجتين. الحاجة الاولانية ان مش معظم الناس فاهمه يعني ايه طاقه متجدده او طاقه خضراء او مدى افادتها هتفيدنا في ايه، وزي ما حضرتك بتقول طبعا انا عارف الحاجات اللي انا عارفها احسن من اللي ما اعرفهاش، فلازم يبقى في توعيه. وانا بالفعل بشارك برضو في محاضرات في الجامعات لطلبه الجامعات والمدارس وبرضو بعض الشركات اللي انا اوعيهم يعني ايه طاقه متجدده فايدتها ايه. فده السبب الاولاني. السبب الثاني اللي ممكن يبقى الحلول البديله من الطاقه المتجدده اغلى شويه من الحلول التقليديه، بس هي اغلى شويه على المدى القصير، بس على المدى الطويل بتبقى مفيده في حاجات ثانيه. اللي انت بدل ما بتحارب التغيرات المناخيه اللي بتعمله زي ما احنا بنشوف، يعني مثلا بدا ممكن في القاهره في السنين بدا ينزل ثلج، في اسكندريه الامطار بدات تزيد، فاحنا بدل ما احنا بنواجه الازمات دي بندفع فيها فلوس عشان نواجهها، لو احنا استخدمنا مصادر طاقه نظيفه وبديله احسن ممكن الازمات دي نتغلب عليها وما نضطرش نصرف فيها فلوس. وهو بطبيعه الحقيقه اي تكنولوجيا جديده بتبقى سعرها غالي بعد كده لما بيحصل لها يعني اللي بنسميه ايكونومي اوف سكيل، فاللي بيحصل ان التكنولوجيا دي يبقى سعرها ارخص وبالتالي هتبقى في المتناول بشكل دائم. طب خلينا ننتقل بقى على الملف الثاني. وانت مشارك بالتدريب من خلال اليونيدو على هامش المنتدى، احكي لي على مساله التدريب مع اليونيدو بتعمل ايه؟ تمام. هي الفكره جت ان المؤتمر حابب يدعم رياده الاعمال، فبيشوف الشركات الناشئه في كذا دوله، شركات من امريكا من تنزانيا من غانا من مصر، وهم بيوفر لهم المكان في المنتدى بحيث ان هم يحصل لهم زي اكسبوجر او ان هم يشوفوا طبعا الشباب اللي حاضرين الخبراء اللي حاضرين فيستفيدوا من خبراتهم. فاحنا اللي تم من اليونيدو ان هم تموا يتواصلوا مع الخبراء في كذا مجال، في الطاقه في الميديسن او في الدواء في الغذاء في كل مجال عشان نكفر كل التخصصات اللي موجوده. فهما تم بالفعل اللي احنا كمتدربين اللي احنا هنوفر ازاي مساعدات ليهم في اللي هم عايزين يعملوا ماركتينج تسويق ليهم، ازاي يوصلوا لماركتس تانية في افريقيا في اوروبا. فاحنا بالفعل هنبدأ من بكرة على مدار يومين كاملين نعمل زي محاضرات او منتورشيب او يعني تخصصات اللي احنا نقابل كل شركة من دول ناشئة، نشوف ايه مشاكلهم ونحاول نحلها. طبعا مع جائحة كورونا فالمشاكل زيادة، فاحنا نحاول نساعدهم بقدر الامكان ازاي يتغلبوا على المشاكل دي ويتغلبوا عليها، برضو الازمات الاقتصادية اللي ممكن تحصل في الفترة دي او الفترات الجاية، بحيث ان هم ما يخسروش الشركة بتاعتهم ويقدروا يوصلوا لاكبر نتيجة ممكنة. بتعتقد انه الشركات الناشئة او بالمسمى الاخر اللي الناس بتستخدمه على طول دلوقتي الستارت ابس هتبدأ توجهاتها تختلف وطبيعة عملها تختلف بعد كوفيد 19 ما بعد الجائحة زي ما بتقال، يعني البوست كورونا؟ ده بالفعل طبعا بدا يحصل فكره بقى الديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي. فمعظم الشركات الناشئه بقى ممكن انا شغال معايا موظف من دوله تانية من كذا حته عشان بيعمل حته معينه، مش لازم يبقى لينا مكتب او مقر مبنى كامل في حته معينه، لا فكره الشغل اونلاين وان احنا كلنا نشتغل كتيم اونلاين بقى عن طريق اي من وسائل التواصل الاجتماعي. وطبعا فكره ان احنا زي مثلا التعليم بقى كله دلوقتي بقى فيه تعليم اونلاين اللي احنا نسجل الفيديوهات، فكل مجال هيحصل فيه طبعا طفره من حيث التحول الرقمي. يعني بتعتقد انه في اشكال جديده او انماط اقتصاديه جديده ما كانتش معروفه او كان ممكن تخسر قبل كورونا وبعد الكورونا تبدا تحقق بالفعل ارباح او مكاسب؟ هي في بقى فكره ان هو العمله الرقميه او الكريبتو كارنسي بقى، ان هي ازاي احنا كل حاجه، يعني انا ممكن اكون بولد طاقه من بيتي فببيعها لجاري عن طريق كارنسي ممكن واتيفر بقى هسميها ايه، ان انا بحول له طاقه وبشتري منه طاقه وفي عمله ما بيننا فيسهل الموضوع، بدل ما انا بشتري فلوس مثلا بشتري طاقه من الحكومه، لا ده انا ببيع لجاري او جاري بيبيع لحد تاني. فكره بقى ان هي المايكرو ايلاندز او كل مكان مسؤول عن الطاقه فيه، فده بالفعل هيحصل طبعا تغيير فيه في الفتره القادمه. يعني بس مساله الكريبتو كارنسي بتواجه صعوبات كتير في العالم، يعني ده حقيقي. في دول كتير وبنوك مركزيه كتير رافضه التعامل بالكريبتو كارنسي، وبعدين لو صح تعبير اللي زاد والغطى بقى في عندنا الان اف تيز كمان، يعني يعني ايه رسمه
تبقى فلوس انا مش فاهمها لحد اللحظه دي. انا اتخرجت من اقتصاد تمام ومش قادر استوعب الان اف تيز لحد دلوقتي. تمام. هي الفكره ان هو هي اصلا الموضوع يعني عامه بيحصل فيه مشاكل, وفكره كمان السايبر سيكيورتي او الامن السيبراني اللي هي اصلا العملات الرقميه دي اصلا معرضه ان هي يحصل لها زي هاكينج طبعا او سرقه. فهي فكره ان انا يبقى على الموبايل فيه كريدتس او كوينز مثلا او حاجه باخدها, فانا على الموبايل معايا 100 كوين مثلا, هشتري طاقه من جاري طاقه شمسيه ب 10 كوين, هشتري من السوبر ماركت بخمسه تانيين, هشتري من كذا, فهي كلها كريدت زي رصيد, الرصيد على الموبايل بشتري منه من كذا مكان يعني. لكن انا هستخدمه بعد كده ازاي؟ خدت الرصيد. طب افرض انا محتاج اشتري شيء ما, يعني لو انا افترضت ان انا عندي كريبتو كارنسي بملايين غير انها بتطلع وبتنزل يعني بس بملايين, وكانوا زمان 7-8 كريبتو كارنسيز دلوقتي بقوا بالعشرات يعني صحيح انواع صحيح. كتيره جدا. افرض انا عايز اشتري كوموديتي او اشتري سيرفيس معينه منتج او خدمه ما وما بيتعاملوش بالكريبتو كارنسي, انا كده اتدبست ولا ليها حل ولا ايه؟ هي في الاغلب ممكن تبقى اتدبست لو مثلا الدوله اللي انت فيها وعايش فيها بالظبط هي مش معترفه بالعمله دي طبع. في دول بدات تتجه ان هي تعترف بيها او بنوك او شركات تعترف بيها, فلازم كله يعني لا كله يعترف بيها لا مش حاجات معينه تعترف بيها وحاجات لا. وزي ما حضرتك قلت طبعا في كذا نوع من العملات الرقميه, فدلوقتي محدش عارف ينفست في ايه. هم الناس واخدينها كان انا بحط فلوسي في البيتكوين, ففلوسي بتزيد فلوسي بتقل بس ده استثمار, بس هم مش حاطين في المستقبل لما اجي اخرج فلوسي بقى دي ممكن هستخدمها في ايه, ممكن الدوله اللي انا فيها تمنع الموضوع ده كله. فهو لسه الموضوع تحت الدراسه يعني لسه ما وصلش لكماليته, بس انا اتوقع ان هو ممكن في ال 20-30 سنه الجايين موضوع العمله الرقميه هيزيد, وممكن تبدا دول بقى تعترف بيه بعد ما يكون امن بشكل كبير ان هو مش معرض للسرقات زي ما بيحصل في الفتره الحاليه. طيب مع ظهور الميتافيرس وانه خلاص الحكايه هتتحول, انا خايف حياتنا تتحول الى حاله فيرتشوال بشكل كامل او افتراضيه بشكل كامل, فانا لاحظت انه اصبح على الميتافيرس في كوكب الارض والدول والاراضي وكل حاجه, وفي بيع وشراء اراضي ومتاجر. تعتقد انه من الممكن انه يظهر لنا شركه ناشئه ستارت اب بتشتغل على الميتافيرس, يعني بتشتغل على اقتصاد الميتافيرس؟ هو ده حقيقي وبالفعل يعني موضوع الميتافيرس دلوقتي هيخلق اصلا يعني حاجه جديده خالص, يعني زي ما حضرتك بتقول بدا الشركات تشتري مساحات اصلا في الموضوع. هو طبعا هيبقى ليه جانب سلبي اجتماعي, بس الجانب التاني فعلا شركات بقى فكره بقى استخدام الذكاء الاصطناعي والفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي, في بالفعل شركات كمان مصريه بدات تخش في الموضوع. هم لسه في الفيزز اللي في الاول موضوع اللي هو التجربه وكده, بس على الرغم ان في شركات عالميه بدات تخش في الموضوع, بس حاليا في مصر في بدا شركات تخش يشوفوا ازاي ممكن يساهموا في الموضوع ده ويخلقوا زي بلاتفورم ممكن يشاركوا فيه, عشان هو في الاغلب ده المستقبل يعني ده اللي العالم كله رايح له. فكره ان انت تبقى قاعد في البيت وبتمارس حياتك عادي من كل حته, اجتماعيا هيبقى صعب, هيعمل مشاكل مش هنبقى نتعامل مع بعض زي الاول, بس على المدى البعيد الحياة هتبقى اسهل يعني. طب هنعمل سؤال افتراضي تاني برضو قبل ما اختم الفقرة بتاعتنا, هي اذا افترضنا ان انت لقيت في من ضمن الستارت ابس اللي موجودة ستارت اب جاي لك بيشتغل على الميتافيرس, هتقدم له نصيحة شكلها ايه؟ هتقول له بلاش دلوقتي وخليك في اطار التجربة ولا هتقول له كمل وخد بالك من 1 و2 و3 و4؟ في الاغلب اقول له كمل طبعا, عشان يعني معظم العالم متجه لكده, بس اقول له حاول تحافظ على الجوانب الانسانيه, يعني مش كل حاجه تبقى خلاص نبعد الانسان والروبوتات وكل حاجه تبقى ديجيتال. وطبعا النصيحه ان هو يتأنى, مش لازم يعني يخش في الموضوع جامد عشان لسه الموضوع في بدايته, فمحدش فاهم قوي يعني ايه اللي هيحصل فيه ايه اللي هيبقى جديد فيه, فانت تبدا فيه بس بخطوات ثابته وعارف ان عامل دراسه كامله واستراتيجيه كل 5 سنين كل 10 سنين اللي هيحصل. فهو الموضوع مش هيظهر مرة واحدة, هو هياخد فترات, فهو خلال 5 سنين 10 سنين جايين هيبلوا ايه التكملة بتاعته يعني. اوكي طيب هرجع مرة تانية بعيدا عن الميتافيرس للواقع طيب. الحقيقي يعني, وهي مسألة انه من خلال انك هتبدأ تقدم استشاراتك التدريبية للشركات الناشئة, هل في شركات كتير من اللي مشاركة معانا المرة دي بتشتغل في مجال الطاقة المتجددة, وهل فيها شركات مصرية ولا لا؟ في شركات طبعا شغاله في تدوير البلاستيك, مخلفات البلاستيك وازاي نقدر نستفيد بيها بدل ما احنا بنرميها, ازاي نستخدمها في حاجات بديله في البناء في الكلام ده كله. وطبعا في شركه تانية بتواجه مشكله كبيره, هي فكره تدوير مخلفات الميديكال اللي هي المستشفيات, عشان معظم مخلفات المستشفيات ما بتعرفش ايه اللي ممكن يتعمل بيها, فهم مدخلين بتكنولوجيا جديده ان هي ممكن مخلفات المستشفيات دي يتولد منها طاقه,
ان هي تتحرق ويتولد منها طاقه كهربائيه. فدي حاجات بدات تبان عشان احنا عندنا مشكله كبيره في المخلفات في مصر، فليه ما نستخدمهاش ان احنا نوظف التكنولوجيا دي في استخدامها في الطاقه او نستخدمها في مواد بناء او نستخدمها في مصادر بديله تانية. يعني اظن احنا برضو محتاجين نشتغل اكتر، بس صححني، على اعاده تدوير المخلفات الالكترونيه زي الموبايلات القديمه والكيبوردز واجزاء الكمبيوتر وما الى ذلك، خصوصا ان فيها حاجات كتير ممكن تتسبب في تلوث حقيقي وبشع. يعني ده حقيقي، وبالفعل وزاره البيئه بدات مبادره اسمها اي تدوير، بحيث ان هو هي معظم الناس هنا بتخزن بقى التلفزيونات والموبايلات في في البيت، فهو يقول لك هات موبايلك وهات تلفزيونك وهديك فلوس او هديك هدايا مثلا، بحيث ان الموبايلات اصلا والتلفزيونات فيها اجزاء نحاس وذهب كتير ممكن يعاد استخدامها في حاجات تانية كتير. طبعا عشان العالم دلوقتي بيواجه مشكله اصلا في الخامات، كان في مشكله قريب ولسه مستمره موضوع الشيبس في العربيات والكلام ده كله. فمشكله فكره بقى اللي احنا نعيد تدوير الخامات دي ونستخدمها تاني اصبح امر لابد منه في الفتره الجايه. انا هبشرك موضوع المايكرو تشيبس بتاعت العربيات دي او الكمبيوتر تشيبس بتاعتها بدات تتحل خلاص، يعني طب تمام هيبداوا يعملوا ريفرس لخطوط الانتاج. على كل انا اعتقد يعني ان احنا هنبقى مضطرين نختم الفقره بتاعتنا، كنت احب ان احنا نقعد اكتر نتكلم اكتر في مساله الشركات الناشئه دي، لان انا من الناس اللي قاعده عماله بتتابعها كده وبتراقب. طبعا انا من جيل تاني خالص ما كانش في ايامنا حاجه اسمها شركات ناشئه. تمام. على الاطلاق. انا مشكورك جدا جدا مهندس هشام. تمام، شكرا ليك. مهندس هشام عادل نصر، متخصص في الطاقه المتجدده والمدن الذكيه، وايضا مشارك بالتدريب على هامش المنتدى مع اليونيدو للشركات الناشئه. اشكرك جدا على وجودك معانا. شكرا نورتنا وشرفتنا. نستاذنكم هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نكمل الكلام وبرنامجكم التاسعة. أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم على الخير اجتماعي. بسم الله نبدأ من أجل المستقبل نعمل. تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم. اهلا بكم معنا مره تانية في برنامجكم التاسعه، ويمكن احنا هنبدا فقرتنا مع نيكول مايفل. نيكول مايفل من الولايات المتحده الامريكيه، هتمثل سويسرا في الام يو ان او في نموذج محاكاه الامم المتحده. نيكي، هاو ار يو؟ فاين
pleasure. مرحبا مرحبا بك يسعدني ان كنا معك اليوم. شكرا لك. هل هي المره الاولى التي تزورنا فيها شرم الشيخ؟ اتيت الى هنا ثلاث مرات. هذه المره الثالثه التي ازور فيها شرم الشيخ. إذا ستمثلين دولة سويسرا في نموذج محاكاة الأمم المتحدة. نعم. إذا دعينا نتحدث عن الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة. وكيف إنها الرخاء والتنمية المستدامة يرتبطان بحقوق الإنسان؟ كيف؟ is an important part of the international system and Switzerland is a country that enjoys the benefits of the system. It needs to contribute and it needs to make sure that human rights are being respected. ونحن بحاجة إلى الإسلام and that is done through maintaining peace, prosperity and ensuring sustainable development. في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات. تقولين إنك ستمثلين الولايات سويسرا في نموذج محاكاة الأمم المتحدة. قلت إنك أمريكية. كيف تكونين أمريكية وتمثلين سويسرا سويسرا في نموذج الأمم المتحدة؟ ما نوع الأبحاث التي تقدمينها؟ ما تقدم نوع الأبحاث التي ستقدمينها؟ politics اقتصادية ام سياسية؟ لقد قدمت بحوثا عن حقوق الإنسان وعن كوفيد 19 جائحة كوفيد 19 The Swiss point of view on human rights. بالطبع من وجهة نظر دولة سويسرا. Yeah. So let's talk more about the Swiss point of view concerning human rights. What is the human rights from the Swiss point of view? ما هو حق الإنسان؟ ما حق الإنسان من وجهة النظر السويسرية؟ Switzerland is also against the death penalty. That is something that they're working towards. تناهض عقوبة الإعدام. وكذلك ايضا تسعى الحكومة السورية الى تقديم مزيد من اللقاحات لجميع دول العالم. هذه هي خططنا في سويسرا وتحت اللقاحات لدول العالم النامية. هل تعتقدين ان حقوق الانسان او التنمية المستدامة هذه المفاهيم ستكتسب اهمية في العالم مع بعد جائحة كوفيد 19؟ That will be able to build back better and focus ourselves better in order to address these causes of these difficulties. نعم عشت في إسبانيا. نعم إذا تعلمت الإسبانية. نعم أنا أتحدث لغتين. إذا أنت لو تتحدثين لغتين. I know nothing about Spanish. لا أعرف شيئا في الإسبانية. So let's talk about the international relations. How do you see the international relations as long as it's your major now in the domestic? كيف ترين العلاقات الدولية بصفة كبيرة؟ It's really interesting because I've always followed topics of international relations, but بالطبع لقد درست موضوعات ومواد تتعلق بالعلاقات الدولية. Analyze how these events are reported. Analyze بالطبع وأقوم بتحليل كيفية تحليل وكالات الأنباء للأحداث الدولية المختلفة. بالطبع درست أكثر باللغة يفيدني كثيرا في هذا. Have been invented after the Second World War. It's the Third World. Do you agree with this expression? هل تتفقين مع تعبير العالم الثالث الذي تم شكه في أعقاب الحرب العالمية الثانية؟ نعم أعتقد هذا التعبير بعد الحرب العالمية الثانية وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي. We should be more fluid with our terms. ينبغي أن نعيد صياغة كل هذه التعبيرات مرة أخرى. Do you think it could be the underdeveloping countries? هل يمكنك أن تكون الدول العالم الثالث هي الدول المتخلفة مثلا؟ ربما while they might be weak in other regards. ربما من بعض النظر بعض البعض أن تكون دول متخلفة أو نامية. The underdeveloping countries, especially here in Africa. كيف تنظر سويسرا إلى الدول التي يقال عنها أنها دول متخلفة وبصفة خاصة هنا في قارة أفريقيا؟ سويسرا حكومة سويسرية تقدم مزيد من اللقاحات وللأبراد وكذلك التكنولوجيا المتقدمة. كيف ترين سبل الارتقاء بالتعليم في قارتي آسيا وأفريقيا وفي أمريكا اللاتينية مثلا؟
أعتقد أنهم لأهمية المكان المتاح التعليم وظيفة خاصة التعليم الأساسي لجميع من يحتاجون التعليم. وحتى تتمكن من الحصول على وظيفة إن لم تكن هناك لك وظيفة ينبغي أن تتلقى قدر من التعليم يهيئ لك وظيفة بعد التخرج. من أفريقيا وفي مصر تحديدا زرت مصر ثلاث مرات. كيف ترين الوضع في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية؟ بالطبع يعني ثقلاً هل تعتقدين أن بعض الدول ينبغي أن تقوم بدور أكبر بعد في فترة ما بعد كوفيد؟ نعم نعم بالتأكيد. شكرا لك شكرا جزيلا. سعدت باستضافتك في برنامجنا. شكرا لك شكرا جزيلا ومرحبا بك في مصر. كده فاصل ولا خلصنا يا أولاد؟ احنا فاصل هنطلع فاصل وهنكمل الكلام معاكم في التاسعة. يعني أنا بعتذر لكم إنه بسأل إذا كان في فاصل ولا ختام لأنه احنا مش في الاستوديو برضو. خلي بالكم لازلنا معكم برنامجكم التاسعة سوهو سكوير شرم الشيخ على هامش منتدى العالم للشباب 2022 في نسخته الرابعة. مشاهدينا نحييكم من جديد في التاسعة مساء. محمود الليثي في اعتقادي يعني هو واحد من أهم اللي بيغنوا الأغنية الشعبية. الناس طبعاً بتتابع وعندها تساؤلات تقول يعني طب ايه اللي هيحصل؟ طب هم ليه بيعملوا فيها كده؟ طب معقول الاخوات يعملوا في اختهم كده؟ واحد من رموز واساطير الكره المصريه كان وما زال وسيظل يثير جدلا كبير. لطفي لبيب مع حفظ الألقاب يعني تلاقي فيه كل مقومات الشخصية المصرية. غضبت ليه لما البعض قبل حتى مع الفيل الأزرق لما لقيت فيه ناس كده ومنهم عمرو مصطفى مثلا بيصوروا الفيل الأزرق بيهددوا القيم والثقافة. أنت اللي بتختار إما أن تكون بطلاً أو خائناً، ناجحاً أو فاشلاً، نقياً أو فاسداً. ولأننا جزء من محيط إقليمي ودولي، كل اللي هتشوفوه من قضايا بنناقشها في التاسعة لا تنفصل عن اللي أنتوا شفتوه. التلفزيون ده تلفزيون الناس، تلفزيون الشعب. مش محتاجين نخبط على الأبواب لأن مفيش بيت في مصر مش بيتنا. يمكن حضراتكم شفتوا
شفتوا حاجات عن مسيرة الأستاذ وائل الإبراشي رحمة الله عليه. خليني هقول لك النهاردة الصبح وكنت قاعد مع صديقي العزيز جدا وائل لطفي الله يرحمه الله يديله الصحة يا رب، وكان بيقول لي بالظبط كده، قال لي الواحد لا يشعر بالألم الحقيقي غير عند الفقد، وما بتقدرش تقيم وتحس وتحسب حجم محبتك للشخص غير لما بتفقده. وكنا بنتكلم تحديدا عن الأستاذ وائل. محبة الأستاذ وائل الإبراشي واضحة جدا 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 الحقيقة، وموجودة عند الكل. كل اللي اقدر اقوله لك انه الراجل ده، يمكن ده كان جزء من كلامنا النهاردة الصبح بدري، انه هو حقيقي، هو مدرسة الحقيقة، ما كانش في حاجة بتشغله غير الوصول للحقيقة. اكتر حاجة تثير نهمه وتسيل اللعاب الصحفي زي ما بيتقال هي التحقيقات والوصول الى قلب الحقيقة. هو ده وائل الإبراشي الله يرحمه يا رب، الله يرحمه يا رب، ويتغمده بواسع رحمته وواسع مغفرته ويكرمه آخر كرم في مثواه الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا هنشوف دلوقتي يمكن بعض المقاطع أو مقطع من جنازة الأستاذ وائل الإبراشي، واللي بيعكس محبة حقيقية من الناس ليه. وائل الإبراشي مش موجود معنا في هذا العالم، في هذه الدنيا، مش هيشكر حد على هذه الجنازة، لكن لما تشوف جموع غفيرة من الناس رايحة علشان تحضر جنازته وتعزي أهله، هتعرف محبته في قلوب الملايين كانت عاملة إزاي. نستأذنكم نشوف جزء من جنازة المرحوم الرائع مدرسة الحقيقة وائل الإبراشي. الله يرحمه، الله يرحمه أستاذ وائل. كل يعني أستاذ وائل علمنا كلنا، وقف جنبنا وسندنا كل حاجة من زمان قوي. هو الأستاذ وائل مش مجرد يعني مذيع أو مسؤول عمل، الأستاذ وائل أخ وصديق، ويمكن إحنا علاقتنا تمتد العشرين سنة فاتت، وهو صاحب فضل علي أنا شخصيا، هو اللي شغلني في الميديا، وطول الوقت طوال العشرين سنة دول هو يعني ما تغيرش حتى بعد النجومية. شخص مهذب جدا، نبيل، بيساعد أي حد، ما بيخلش عليك أبدا بنصيحة، بيقف جنبك، بيشتغل طول الوقت، وفترات الشغل دي مش بينسى إنسانيته خالص. يعني وائل إبراشي يعني أعتقد يعني إن المشهد المصري، عشان المشهد الإعلامي المصري عشان يفرز تجربة مثل وائل إبراشي محتاج كتير قوي. يعني وائل إبراشي قيمة لن تعوض في المشهد الإعلامي المصري، ونحتسبه عند الله والبقاء لله. يعني والناس كلها كانت بتحبه، كانت بتحترمه جدا، لأن هو من الشخصيات يعني احنا فقدنا واحد من الشخصيات المحترمة جدا، سواء على القناة الأولى أو سواء في شربين أو سواء في الجمهورية. دايما كان يساعد دايما الناس الغلابة. وائل كان بيحب الناس هنا، والناس هنا كلها كمان كانت بتحبه. يعني هو كإعلامي معلش كان صريح وصارم في موضوع الحق، إن الحق يوصل لأصحابه. أخلاق عالية جدا، وكان ونعم الصديق ونعم الجار، كنا جيران، وكانت والدته الله يرحمها أم لنا كلنا، وكان الأستاذ وائل الله يرحمه بصراحة المركز شربين كله زعل عليه. يعني مش عايزين نقول الجمهورية كلها، احنا بنخص المركز شربين، لانه كان خدوم جدا في بالنسبة لاهل بلده، والله يرحمه يسكنه فسيح جناته يا رب. رحل قيمة ورحل قامة واسد من اسود الاعلام، مش في مصر لكن في الوطن العربي كله، الله يرحمه ويصبرنا على فراقه، وانا لله وانا اليه راجعون. يعني كنت دايما اتابع البرنامج بتاعه لاني كنت برتاح له جدا، ومن يوم ما ساب البرنامج وأنا حزين عشانه، وبقدم عزائي للأسرة بالكامل، وبقول البقاء لله، وربنا يجعله في ميزان حسناته إن شاء الله.
خلصت حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله نكون موجودين معاكم بكرة في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.